جهود كبيرة متسارعة تعمل عليها السلطة المحلية في مأرب لتوفير الأمن للأعداد الكبيرة من المواطنين المتوافدين يوميا إلى المحافظة. لا حياة بلا أمن، ولا أمن بلا قوة، ولا قوة إلا برجال يعملون ليل نهار بصدق وإخلاص. هذا ملخص الرواية لما يحدث في مأرب ما بعد الانقلاب الحوثي. مختلف أجهزة الأمن العام بالمحافظة تعمل على سير الحياة بشكلها الطبيعي بأقل الإمكانيات المتاحة. استطعنا أن نعيد ترتيب وهيكلة البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة في المحافظة، والحمد لله قطعت شوطا كبيرا خلال العام المنصرم وما قبله أيضا، ويبدو ذلك بارزا من خلال لو استعرضنا ما تم تحقيقه خلال العام المنصرم 2018، سنجد أن الشرطة في محافظة مأرب حققت تقدم كبير جدا. يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان له دور كبير داعم ومساند حتى لأجهزة الأمن في جانب الإمكانات، الوسائل، العربات، المركبات، في جانب التسليح، أيضا في جانب الدعم بالمعلومات، في جوانب كثيرة، جانب التغذية وتوفير الإمكانيات والمتطلبات عموما. يعني شرطة السير هنا تعمل جاهدة على فك الاختناقات المرورية بالتقاطعات الرئيسة مثل جولة ميلانو وجولة سبأ. عندما لمس المواطن التغير النوعي في أمن مأرب في التعامل وفق النظام والقانون، ووجد العدل والمساواة واحترام حقوقه كمواطن، استطاع أن يخضع للقانون آمنا مطمئنا أنه تحت سلطة دولة عادلة لا تظلمه. السلطة المحلية بمأرب حافظت على المنشآت العسكرية في المحافظة بعد الانقلاب كشرطة مأرب وحراسة المنشآت وقوات الأمن الخاصة وباقي قطاعات الأمن العام، ما عزز القدرة على توزيع الحزام الأمني لمحافظة مأرب إلى خارج حدود المدينة واستيعاب الأعداد الكبيرة التي تتوافد يوميا للعيش بأمان داخل المدينة. من محافظة مأرب، حسين بن مسعد، العربية.